معنا من الناصرة بالدكتور محمود يزبك، وهو الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمود. نتنياهو يحمل ورقة العملية البرية في رفح ويلوح بها إن تم التوصل إلى اتفاق، وحتى إن لم يتم التوصل إلى اتفاق ما سيختلف هو التوقيت. برأيك لماذا يلجأ إلى هذه اللهجة؟ لماذا أيضا، ما الغاية من قول ذلك في الوقت الذي قيل أن هناك ربما بوادر إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ نعم، يعني عمليا استاذه، يعني هنالك في لدى نتنياهو في عمليه يعني متناقضه جدا. من ناحيه واحده يريد ارضاء يعني الذين يضغطون عليه من اجل الصفقه، ومن ناحيه اخرى يريد ارضاء المؤيدون له في الحكومه، وخاصه اطراف يعني اليمين المتطرف الاسرائيلي. فتارة ترينه يتحدث بلغة يعني أنه فيها الأمل، ومن ثم بعد دقائق عديدة يعود ويتحدث برفع اللهجة وحتى يعني الغضب. فمثلا يعني على سبيل المثال، حينما عاد رئيس الموساد الإسرائيلي من باريس وأطلع نتنياهو وكابينيت الحرب على النتائج التي توصل إليها، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتوبيخه، وليس فقط توبيخه لأن هذه كانت جلسة سرية، إنما تم تسريب هذا التوبيخ إلى الإعلام الإسرائيلي. وهذه هي القضية الأساسية، لماذا يتم تسريب مثل هذا التوبيخ الشخصي لرئيس الموساد المفاوض ويقول له أنك حينما كنت تفاوض لم تكن يعني تفاوض كمفاوض صلب يعني وقوي، ولماذا على اي قضيه يعني وبخه؟ انه اتفق يعني او اقترح رئيس الموساد الاسرائيلي انه حين يتم الموافقه على الاتفاق يعني يوافق على ادخال 500 شاحنه يوميا الى قطاع غزه للمساعدات. هذا لم يرضي نتنياهو من ناحيه. وما يفعله نتنياهو عمليا يقول انه يعني اذا هذا التصريح الذي حضرتك تفضلت به، انه حتى يعني وصلنا الى اتفاق او لم نتوصل الى اتفاق، ساقوم بالهجوم او اجتياح رفح. معنى ذلك يقول لحماس انه يعني لا يوجد سبب للاستمرار في المفاوضات، وكانه يريد أن يفجر هذه المفاوضات من ناحية واحدة، لكن من ناحية أخرى هو يقول نعم هنالك أمل للتقدم في المفاوضات. وهذا اللعب على يعني على المجتمع الإسرائيلي، دعينا أقول من أجل يعني ربط الخيوط ببعضها بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي أكثر شيء، لأنه هو لا يعرف حتى الآن كيف سيتصرف اليمين الإسرائيلي حينما تتم الصفقة. وهذا اليمين حتى الآن يعارض يعني أن تكون هنالك صفقة مع أي فلسطيني كان يكون مع حماس أو غير في حماس. هذا الإطار أريد أن أتوقف معك. يعني القناة السابعة الإسرائيلية تنقل عن سموتريتش قوله إن المفاوضات تجري بشكل غريب، وصفقة إطلاق سراح الأسرى يجب أن تكون أفضل، وأنه سيصوت ضد أي صفقة لا تحمل الأفضل بالنسبة لإسرائيل. هنا نود أن نتحدث أكثر عن دور اليمين المتطرف وتأثيره على سير هذه المفاوضات، وبالنهاية ألا يبدو أنه يتماشى مع موقف الليكود، مع موقف نتنياهو، ربما يقول ما لا يقوله نتنياهو على العلن؟ نعم، هو هذا كلام 100% يعني يصف الواقع. أنه سموتريتش يعني هذا التصريح كذلك هام جدا، قال بأنه هو يعني ضد هذه الصفقة، وهذه صفقة ضعيفة وإلى آخره، وصفها بأوصاف يعني سيئة. ولكن كانت هنالك جملة الختام، وأعتقد أنه كان من المفروض الجميع من المراقبين أن ينتبهوا إلى جملة الختام. والجملة هذه قال بها سموتريتش بأنه يعني سيبقى في الحكومة طالما أنه مؤثر. معنى ذلك
انه على الرغم من الانتقاد الشديد لهذه الصفقه، لكن هو كسموتريش وكيمينه، حتى ذكر اسم بن غفير حليفه ان يبقيا في الحكومه لانهم يستطيعان التاثير في هذه الحكومه. ولا ننسى انه سموتريش كحزب يعني عمليا صغير استطاع من خلال هذه الحكومه ان يحصل على منصب وزير ماليه، وان يحصل على منصب اخر وزير في وزاره الدفاع مسؤول عن الاستيطان في الضفه الغربيه، وهذا ما يهمه في نهايه الامر. ولذلك السؤال المطروح امام نتنياهو انه هل اذا عقد صفقه انه سيقوم سموتريش وبن غفير بالانسحاب من هذه الحكومه ام لا؟ على ما اعتقد بانه المرابح التي ربحها سموتريش لن يتنازل عنها بهذه السهولة، لأن الخسارة إذا ما تنازل عنها وفكك الحكومة ستكون كبيرة جدا للأحزاب اليمينية المتطرفة. ولذلك يعني هذا يدفع نتنياهو من ناحية أخرى أن يكون أكثر اطمئنانا بالسير إلى الأمام وليس بالوقوف مكانه أو مهاجمة يعني الصفقة التي تحصل أمام أعيننا الآن. نعم. يبدو محصن سياسيا إذن، ونتنياهو أشار إلى أنه بعد العملية في رفح ستنتهي العملية العسكرية في قطاع غزة في غضون أسابيع، ولكن في المقابل عدد كبير من المحللين العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين يؤكدون أن إسرائيل ما تزال بعيدة جدا عن القضاء على قدرة حماس العسكرية، وحتى في الشمال يعني حماس ما تزال نشطة هناك، والمعارك قد تكون طاحنة في بعض الأوقات. برأيك يعني هذا التعبير أو هذه الإشارة إلى الأسابيع القليلة، ما الهدف منها بالنهاية؟ ألا يبدو أنه هذا تصريح خادع إلى حد كبير؟ يعني 100% خادع، لأنه هو يريد أن يطمئن المجتمع الإسرائيلي، لأنه يعني المصطلح الذي استعمله الانتصار الناجز وكأنه يعني على بعد قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى هذا الانتصار الناجز. ولكن من ناحية ثانية مثل ما تفضلت حضرتك، أكثر من ذلك حتى، أن هنالك 124 جنرال من الجنرالات الإسرائيليين القدامى والمشهود لهم بالساحات الحرب قد قدموا قبل يعني فترة من الزمن حوالي الشهر عريضة وقدموها لنتنياهو، وقالوا فيها بالحرف الواحد لا يمكن تحقيق انتصار في غزة بهذه الأوضاع، انتهى. وهذا رأي مهم جدا يعني، ونتنياهو في تلك الفترة يعني قبل حوالي شهر غضب جدا من هؤلاء وقال لهم يعني بالنهاية كأنكم تخدمون مصلحة أعداء إسرائيل وليس مصلحة دولة إسرائيل. ولكن هذا الحقيقة أن يعني أنه 124 جنرال يمضوا يوقعوا على وثيقة من هذا النوع لها دلالاتها العسكرية والسياسية. ولذلك نتنياهو يحاول بكل يعني ما يملك من قوة أن يرمم فشله، يعني هو يعرف أنه هو يعني رئيس حكومة فاشل من الناحية يعني ما حدث في 7 أكتوبر ومنذ بدء الحرب وحتى اليوم 5 أشهر، ولم يستطع أن يحقق أي واحد من الأهداف التي هو وضعها أمام المجتمع الإسرائيلي. ولذلك هذا يعني يدل على فشل كبير، وحتى يرمم هذا الفشل وهذا يعني المشهد أمام الإسرائيليين لفشله، يحاول دائما أن يعطى هذه الشعارات الرنانة الطنانة الفارغة من أي معنى، لأنه أي محلل سياسي أي محلل عسكري في الصحافة الإسرائيلية ينقض هذا الكلام الذي يقوله نتنياهو. ولذلك هو يريد أن يستعمل هذا الكلام وهذه التصريحات والشعارات من أجل ترميم شخصيته أمام المجتمع الإسرائيلي ليس إلا. ولكن ولا أحد يصدق أن إسرائيل تستطيع خلال أسابيع يعني تغيير مسار الحرب الذي فشلت في تغييره خلال ال5 أشهر التي مضت. نعم. أشكرك جزيل الشكر من الناصرة الدكتور محمود يسبك الأكاديمي والباحث في الشأن